بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى هذه الوضعية التي سندرجها في محطة الإدماج الجزئي المتعلق بالقياسات بالنسبة للسنة الأولى من التعليم المتوسط. إذن فلدينا هذه الوضعية كالآتي: هذه أرضية لغرفة نريد تبليطها، أو نريد أن نحسب عدد قطع البلاط التي تلزم هذه الأرضية أو التي توجد بهذه الأرضية. إذن السؤال الأول يقول: جد بطريقتين مختلفتين مجموع بلاط الأرضية. السؤال الثاني يقول: صغ علاقة رياضية تمكنك من حساب مجموع البلاط. والسؤال الثالث يقول: إذا كان طول ضلع البلاطة الواحدة هو 25 سنتيم، فكم يكون عدد البلاط اللازم لمساحة قدرها 1 متر مربع؟ إذن الطريقة الأبسط أو الأولى التي سيجد بها المتعلم عدد قطع البلاط التي تغطي الأرضية أنه يقوم بالحساب بالطريقة التقليدية، أي حساب عدد قطع البلاط في الصف الواحد. مثلا هذا الصف الأول، يحسب عدد البلاط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ثم ينتقل إلى حساب عدد الصفوف 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120. إذن هذه الطريقة التقليدية التي يمارسها، أو نفس الطريقة يحسب عدد الأعمدة، بمعنى يحسب عموديا كم بلاطة في العمود الواحد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهكذا. ثم يشرع في حساب الأعمدة كلية: 1 12 24 36 48، وهكذا 60 72، وهكذا حتى يصل إلى النهاية. لكن هنا ستلاحظ إشكالا، يعني أنت تتكلم عن عدد قليل من البلاط ومساحة محدودة. تصور لو كانت هذه المساحة كبيرة وعدد المربعات كبير، يعني بحجم صغير أو كبير، مهم عددها كبير جدا، ستستغرق وقتا كبيرا لإيجاد هذا العدد. ألا توجد طريقة أسرع وأفضل من هذه؟ الطريقة الثانية، سيقوم بحساب طول المربعات أو طول عدد المعذرة عدد البلاطات في الصف الواحد، ثم عدد البلاطات في العمود الواحد، ويقوم بضرب هذين العددين في بعضهما البعض. يعني مثلا وجد في الصف الأول 10 بلاطات، وجد في العمود الثاني 12 بلاط، إذن سيضرب 10 في 12، 10 ضرب 12، سيجد الناتج 120 بلاطة، وهي نفس النتيجة التي وجدها بالطريقة السابقة أو بالطريقة التقليدية. إذن من هنا أردنا أن ننتقل من الطريقة الأولى إلى الطريقة الثانية ب صياغة علاقة رياضية تسهل لنا هذا العمل. إذن هنا نعود ونقول: ما هو شكل هذا السطح الذي أمامنا
أو شكل هذه الأرضية. إذن بما أن البلاط متماثل والصف الأول أخذ منا أو الصف أخذ منا 10 بلاطات والعمود أخذ منا 12 بلاطة، فهذا يعني أن هذا الشكل هو رباعي وهو مستطيل. إذن فأنت وجدت طريقة لحساب مساحة هذا المستطيل، أليس كذلك؟ يعني قمت بضرب عدد المربعات التي تمثل عرض المستطيل، ضربتها في عدد المربعات التي تمثل طول المستطيل. إذن لما ضربنا هذا العدد في هذا العدد، أي الطول في العرض، وجدنا عدد المربعات وهو عدد البلاط. إذن من هنا سنخلص إلى العلاقة الرياضية التي نحسب بها مساحة المستطيل. إذن قلنا طول ضلع طول المستطيل في عرضه يعطي لنا المساحة، والمساحة ستكون بوحدة قياس مناسبة كما أخذناها في هذه الأقياس. يعني إذا قسنا بالمربعات فالمساحة ستكون بعدد مربعات، إذا قسنا بالسنتيمتر ستكون بالسنتيمتر مربع، إذا قسنا بالمتر ستكون بالمتر المربع. إذن هذا بالنسبة لإيجاد العلاقة الرياضية التي سنحسب بها عدد المربعات الذي ما هو في الحقيقة إلا مساحة هذا السطح. يعني لما يقول ما هي المساحة، فنحن نقوم بعملية مسح السطح، عملية مسح السطح أي المرور بكل نقاطه. إذن هذا بالنسبة للعلاقة. السؤال الآخر يقول إذا كان طول ضلع البلاطة الواحدة هو 25 سنتيم، فكم يكون عدد البلاط اللازم لمساحة قدرها 1 متر مربع؟ إذن هنا نعود إلى الأطوال. إذا كان لدينا هذا هو طول البلاطة وهذا هو عرضها، إذن بما أنها مربعة الشكل فأضلاعها متقايسة، يعني كل ضلع يساوي 25 سنتي. إذن البلاطة الأولى 25، البلاطة الثانية 25، البلاطة الثالثة 25، البلاطة الرابعة 25. إذن ففي الصف الواحد أو في العمود الواحد لتغطية متر نحتاج إلى 4 بلاطات، إلى 4 بلاطات، بلاطة 2 3 4، إذن هذه 4 بلاطات. المتر المربع هو مساحة مربعة الشكل طول ضلعها 1 متر، إذن سنكون كذلك في الصفوف في نفس الشيء. يعني لدينا هذا هو المتر، هذا هو المتر، يعني 25 25 25 25. إذن 4 بلاطات في الصف و4 بلاطات في العمود، نفس الطريقة التي انتهجناها سابقا، 4 ضرب 4 تساوي 16 بلاطة. إذن المتر المربع الواحد يحتاج إلى 16 بلاطة ذات المساحة 25 سنتيمتر لتبليطها. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم وقد استفدتم مما اقترحناه عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.